نتواصل مستمعينا الكرام بتواصل سلسلة هذه الأشواط شوطا يتلوه الآخر. ينطلق في هذه اللحظات الشوط السابع والمخصص للقاية البكار أيضا من نفس المسافة الملزومة لهذا اليوم وهي 3 كيلومترات. نبدأ الآن بالمقدمة والصدارة، من تتصدر هذا الجمع؟ يبدو أنها أكثر شوط من ناحية العدد، هي الشاهينية للسيد علي بن دلهم الهاجري، لكن دخول عليها وتسلل من قبل عنيدة راشد بن هادي الشهواني، هو اللي سحب بساط المقدمة الآن من قبل بن دلهم المركز الثالث. أشوف شعار أبو محمد، هذا شعار شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، يصل الآن مع هملولة شبيب بن محمد النعيمي اللي غيرت الآن للمركز الأول. شوط التغييرات والأعداد هائلة كما نتابع في هذا الشوط. المركز الثالث من الجانب الأيمن صاحبة المركز الثالث، لحظات ليتضح رقمها. إذن هي مسموحة لعلي بن راشد الخاطر. المركز الرابع الذيبة عبد الرحمن بن عبد الله العيدة. المركز الخامس أرى شعار محمد بن راشد بن سلامة الهاجري مع هملولة، هو اللي على المركز الخامس، وأيضا دخول عليه من قبل عبور، من تعبر من الخامس إلى الرابع إلى الثالث مباشرة مع سعود بن سند المسيفري. نرجع للصدارة، شعار راعي ممدوح شبيب بن محمد النعيمي مع هملولة اللي أداءها جميل وعرضها تلقائي حتى هذه اللحظات. أيضا حضر بشكل طيب هذا الشعار في هذا اليوم، قدم وضحة وقدم الأسماء المميزة التي نافست منافسة طيبة. أنا نروح للمركز الثاني، نكمل النداء، نروح مع عبور سعود بن سند المسيفري اللي ذعناها في المركز الخامس وتصل الآن للمركز الثاني. المركز الثالث هذه عنيدة، وهذا راشد بن هادي الشهواني ينتقل مع عنيدة للمركز الثاني. المركز الرابع محمد بن راشد بن سلامة الهاجري مع هملولة، والمركز الخامس الذيبة عبد الرحمن بن عبد الله العيدة، ويصل شعار بن حفيظ وشعار شهوان بن مسفر الشهواني. يا سلام، اختلط الحابل بالنابل، الحابل يختلط بالنابل في هذه اللحظات. شوط التغييرات كما ذكرنا والكيلومتر الأخير، نفتح بواباته في هذه اللحظات بشعار شهوان بن مسفر الشهواني ومع الشاهينية. لكن المركز الثاني الفايزة لسالم بن ناصر آل حفيظ، يأتي الآن صاحب نقطة أيضا قوية في هذا الصباح. المركز الثالث عنيدة راشد بن هادي الشهواني، الرابع تصل السيلية، ولا هذا اللي على المركز الرابع الشامخة علي بن حمد الجرحب، والمركز الخامس هملولة محمد بن راشد بن سلامة الهاجري. لكن هناك التنافس، هناك عنيدة راشد بن هادي الشهواني هي اللي غيرت مجريات الأمور لصالح أو لصالح مالك هذا الشعار راشد بن هادي الشهواني. لكن بن حفيظ قادم رافع راية التهديد، وأيضا بن جرحب مع الشامخة علي بن حمد بن جرحب. من تريد الشموخ؟ تريد مركز الشموخ، مركز الرقي والسمو، المركز الأول. لكن عنيدة عاندت الجميع، ذهبت بالناموس، ذهبت أيضا ببطاقة التأهيل، وهي نفسها صاحبة نقطة والنقطة الثانية في رصيدها لهذا الموسم، لم تذق طعم الهزيمة. الفائزة قادمة، وأيضا الشامخة. شوف شهوان على المركز الرابع يخايل الصدارة، يخايل المقدمة. يا سلام، عنيدة الفايزة والشاهينية، يا سلام. لكن بن حفيظ غير، بن حفيظ سالم بن ناصر آل حفيظ مع الفايزة ينتزع ناموس هذا الشوط. سلامي عليك على هذا الأداء الممتاز. المركز الثاني إذن الشاهينية لشهوان بن مسفر الشهواني، المركز الثالث عنيدة لراشد بن هادي الشهواني،
التوقيت الزمني 4:42، 41 جزء أفضلتين. يبدو إذن لا يزال التوقيت الأفضل صامت مع صاحب الشوط الأول للقعدان، 4:40، 42 جزء من الثانية، وتستاهل يا مالكه، مالك هذا القعود أيضا، مالك الشباب عيسى بن سلطان المسيفري.